السلام عليكم، حياكم الله من المقطع الثاني. نايف سينسي معاكم، رجعنا لكم في اوكسجين نوت انكلودد. قبل ما نبدا بس حاب اذكركم اذا انتم مشاهد جديد يا ليت ما تنزل الاشتراك، واتمنى تقدروا تشتركوا القناه في مواقع التواصل الاجتماعي، اكون شاكر لكم. ورجعنا، واليوم ان شاء الله راح نكمل مشاريعنا. الحمد لله الحمد لله، الحظيرات هنا والحظائر امورها تمام. عندي واحد ستون هاتش، وعندي صاير تقريبا 1 2 3 4 5 6 7 أو 8 تقريبا 8 من الهاتش يعني فل. والسموث هاتش هذول هم الحلوين ما شاء الله، شوف يطلعون لي ريفاين ميتل على طول، يعني ريفاين ذا كبر وجولد واموري تمام، ما احتاج الآلة اللي كانوا يبقسوها اول ما احتاجها. فيب الوضع تمام ان شاء الله، والامور زي الحلاوه زي العسل هنا عند الحظيره حق الحلوين هذول الكتكوتين. يتربون هنا اول حاجه هم صغار، وبعدين ننقلهم هنا. هذا ممكن هانجري تيم هابي. اوكي ايش باقي؟ ليش هذا اوت اوف اوردر يا ولد؟ صلح نفرات، هذا صلح نفرات هنا. اوكي وشغل اليوم ان شاء الله راح يكون هنا. نظفت الخط هذا كله بهذا الشكل، وفتشت في الصناديق هذه اللي تقدر تسوي عليها رامبج، يعني فتش فم فيها، وحصلت كم بدله هنا. عندي هذه بروتكت ذا وير فروم كولد، فيري نايس فيري نايس. نعطي بانثر، مستر بانثر تعال البس هذه لو سمحت. يا سلام، هذا تحميه من الاماكن البارده زي هذه، يعني ما يحس ببروده على طول، فشيء جميل. هذا ما احتاجه صراحة. باقي بس قلت لهم تعالوا صلحوا هذا. شغل اليوم ان شاء الله راح يكون هنا عند الحلو هذا ناتشرال جاز جيزر. الجيزرات وايش سالفة الجيزرات؟ طبعا في جيزرات مختلفة عندنا، خلينا نقفل. عندنا الناتشرال جاز جيزر هذا اول واحد، ايش يسوي هذا؟ يطلق الغاز البرتغالي هذا. هذا ناتشرال غاز، الغاز الطبيعي. نقدر نستخدم الغاز الطبيعي هذا في القوة، جنراترات او يعني مواطير تعمل بالغاز هذا، مرة ممتاز. وفوق كذا نقدر نطبخ أكلات مرة حلوة بهذا الآلة. بس ما نقدر راح نطبخ حاليا إنه ناقصنا كم حاجة، لكن نقدر نستفيد منها ونصلح مكان للباور، وأنا راح نصلحه بعد شوي إن شاء الله. لكن بداية نحتاج ننظف هذا الزيادة، يعني أحتاج مساحة، كذا مساحة هنا صراحة، يعني هذه لازم ننظفها. مشكلة سلايم، السلايم متعبني في الماب هذا بدرجة ما تتصورها. بدأنا ننزل تحت. اوكي عندنا جيزر هنا سالت ووتر، هذا راح يسرب موية المالحة هذه. راح الموية المالحة ما نحتاجها بهذيك الكمية، نقدر نصفيها ونستفيد من الملح في الـ في الـ في, الـ في الأكل، ونستفيد من الموية نصفيها تصير موية كويسة. بس صراحة ما هي هذيك الحاجة الكبيرة في الماب هذا. ايش باقي من جيزرات نقدر نشوفها؟ باقي جيزر يطلق الكلورين، وهو مرة حلو صراحة، ودي انه حصل واحد قريب هنا وهنا بس الان ما شفت. وفي جيزر يطلع الهيدروجين، مرة ممتاز مرة. وفي هذا الحلو الكول ستيم فينت، هذا يطلع زي الستيم زي البخار هذا، ونقدر نحول البخار لباور. اشغال كثيرة ومعقدة، وكل واحد له يعني طريقة كيف نتعامل معها. اوكي فان شاء الله اليوم راح نشوف كيف نستفيد من هذا. لكن الله يعين، بنظف هذا المنطقة اللي هنا، احاول انظفها ويب نظفها ونرجع لكم. راح اسوي كم مغسلة هنا، مغسلة هنا، مغسلة هنا، وابدأ احفر هذه. الله يعين، تعب صراحة. هذه بسويها زي كذا، يعني ننزل التايل هنا، انسوليت التايل هنا لين هنا تمام، وحط الشغل هذا كله هنا ان شاء الله. فيب ننظف هذا المنطقة ونرجع لكم. عارفين تنظيف كيف السلايم؟ حط كم مغسلة، ننظف حبة حبة، بياخذون السلايم يطلعونه فوق وهكذا. طيب باقي عملية البحث او عملية التنظيف جارية. واحنا نبحث او احنا ننظف، في لازم نسوي على بحث، لازم حاجه مهمه. خش على الريسورش ونروح عند
نحتاج هذه الانسوليتد جاز بايب، وراح نحتاج هذا جاز ريزرفوار، فهذا يحفظ الغاز يعني زي الخزانات حق الغاز، وهذا مواسير الغاز وتحفظ نفس وقت الحرارة علشان ما تنتج الحرارة. فنبحث هذا، إذا خلصنا هذا راح نبحث هذا إن شاء الله. بس يعني حبيت أعلمكم حاجة مهمة علشان قبل ما نبدأ في المشروع الغاز الطبيعي، خلينا نزود من هذه عشان السلايم ما ينتشر كثير. هنا أو واحد هنا زيادة. يلا اوكي، بعد عناء طويل الحمد لله نظفنا المنطقة هذه من السلايم. دحين بعلينا ايش؟ بس نشيل الكلام الفاضي هذا، شيل هذه شيل هذه وشيل هذه، هذه خليها شيل ابوها. طيب خلينا نشيل هذا الحين بسرعة، يلا شيلوا شيلوا هذه. بحثت الاشياء الرهيبة اللي تكلمنا عنكم اللي هي سيرة التايل والغاز رازفوار. يا سلام، يلا خليني بس ننظف دحين بس او نسوي ديف كونستراكت لهذه الالات اللي هنا، ونبدا نشتغل على ناتشرال غاز جيزر اللي هنا. طيب يلا سريع تخلصوا هذه، خلصوا الامور هذه. صراحة واحدة من الاشياء اللي طفشني والتنظيف السلايم، في اشياء يعني او في الات تسهل لك الامور هذه، بس الان احنا ما وصلنا لها. هذه الطريقه القديمه يعني. اوكي ليش هنا صار مويه؟ وين رايح؟ polluted ice، بعدين وين تجي؟ عشان ياب اوكي عرفت المشكله، دائما اعاني منها. هنا نشيل هذه، هذه ما احتاجها خلاص، ونقول لهم تعالوا مسحوا المويه اللي هنا. خلاص هذه يسوي لها ديكونستركت سريع، ما عاد احتاجها. في شويه سلايم، شويه سلايم بس راح يموت مع الوقت، راح يموت. الهيدروكسيد كربون بدا يزيد هنا، لازم اسوي له الالم حق الهيدروكسيد كربون هنا، نسويه هنا ان شاء الله. بس خلينا الحين ايش معلش. خلينا الحين بس نهتم. او في واحد مزكب مثلي. يلا معلى، يلا شيل شيل هذا نفرات يا صديق، شيل كله. ايش هذا؟ ايش صح المويه. المويه الخربانه. طيب يا ابن الحلال يا اخي طفشتني، شيلوا بسرعه. ايوه شيلوا شيل كله، شيل شيل شيل. في بدا ينتشر غاز سام، ما ابغاه، باقي شويه سلايم راح يتكاثر اذا زاد، بدا يزيد، ما ابغى هذا الشيء. راح احطها هنا. اوكي راح نحطها هنا، حلو. اوكي نروح اول حاجه هنا نختار الجيزر، راح نبني من الجولد، عندي جولد كثير والله. طيب واحد اخلي بينهم مساحه، اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه، حلو حلو. هذا ايش فائدتها؟ راح احط جنريتر هنا حق الغاز، والجنريتر حق الغاز يسحب الهواء هذا ويعبي التانكيات هذه كلها، الخزانات هذه. ليش؟ لان هذا يلوس كذا فتره، يلوس كم يوم هنا بالسايكل، بعدين يوقف يصير فيه خمول، خلاص يصير خامل لمده طويله مره. فاذا صار خامل يكون عندنا ايش؟ كميه كافيه من الناتشرال غاز هنا، ويكون الوضع زي العسل. للأسف باقي حاجة واحدة ما بحثتها، معلش حاجة واحدة ما بحثتها اللي هي ناتشرال غاز جنريتر. وينها وينها؟ هذه. اوكي سوي لها بحث.
هذا بالضبط الآلة هذا اللي أبغاها. يلا هذه معليش نسيتها صراحة. سوي تر اون. طيب خليهم يبنون هذا على السريع. أبني أبني أبني. الموية هذه لازم نشيلها، الموية الفاسدة هذه لازم نشيلها. طيب نسوي ثمانية. طيب حيبدون ياخذونها بعد شوية. يلا 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 ابنوا هذه. طبعا هذه ما تحتاج كهرباء بس تحتاج ايش؟ توصيلها بالحق هذه، فراح اوصلها بالانسوليتد جاز بايب. راح نبيها من الجرانيت علشان الحرارة تتحمل شوية حرارة، وفي نفس الوقت يكون الديكور فيها حلو. فراح نسوي مثلا 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 ها اها طيب كذا قاعد اشوف بس كيف اجيبها. اوكي اتوقع عرفت. طيب يا سلام هذا المخرج حقها. اوكي حلو حلو حلوين. طيب هنا المدخل راح نسحبها من فين وننزل هذا بعدين هنا، وهذه يا سلام يجي زي كذا تمام، ننزله من هنا يدخل زي كذا، واخر حاجة يا سلام زي العسل زي العسل. يلا ابنوا هذه كلها يا سلام. بنيناها ووصلناها بالمواصير. هذه المصورة راح نسوي لها امتداد يعني. راح نجيبها هنا ان شاء الله ونظبط الوضع هنا، بس في البداية لازم نصلح مكان حلو ونظيف للجيزر هذا علشان ايش يطلق غازات على راحته. صراحة ودي يجي شخص جديد. راح ابني غرف زيادة هنا. كم حمام هنا؟ اربع غرف واربعة اربعة يب اربع حمامات زي التصميم هذا اللي هنا. الحمامات هذه القديمة راح اشيلها ان شاء الله، وراح نستفيد من الموية. شوف الموية هنا درجة الحرارة حقها كم؟ حول العشرين، وهذا الشيء جميل مرة. افضل حاجة يكون الموية حقك على عشرين على تسعتاش. ليش؟ علشان بعدين بالمواصير ان شاء الله مواصير الموية نبرد البيس حقنا. اشوف فينا شوية حرارة 30، فوق الثلاثين الوضع يكون مو كويس، خصوصا قريب من هذا البوابة لازم يكون تحت الثلاثين. شوف هنا كم واصل 40، هنا واصل برضه 40، هنا 47 بدا يدخل 50 هنا، بس هذه ان شاء الله كلها ان شاء الله راح تزين حبه 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 حبه. خليهم دحين يبنون هذه الاشياء الجميله هنا. اوكي خلص البحث، خلص البحث. نطفي الكمبيوترات اللي هنا. اوكي راح يرقدون دحين. اللي بحثناه هو بالضبط ايش هذا؟ ناتشرال جاز جيزر. طبعا هذا يستخدم الغاز البرتغالي، وبنفس الوقت راح يطلق ثاني اكسيد الكربون ويسرب مويه ديرت بوليوتد ووتر زي هذه المويه الوسخه هذه. هذا شيء نبغى نظبط له مكان كذا يسرب فيه المويه على راحته ويطلق ثاني اكسيد الكربون على راحته. يب خلينا بس نرتاح بس من هذه الاشياء اللي حلوه اللي هنا، ونقول لهم ودي ابني اثنين بس محتار صراحة، اثنين من هذا ولا خليها على واحد. هنا هنا يكون هاي هنا هنا راح ابني بطاريات زيادة احتمالا. هنا راح نحط راح نحط هيدروجين جنريترات هيدروجين تمام، وراح احط بطارية ممكن هنا. حلو بطارية هنا حلو حلوين زي العسل. طيب نقول لهم البطارية هنا لو سمحتوا، بس قبل البطارية نبني الجنريتر نفسه.
والله محتار وين احط الجنريتر بالضبط. هو الاقرب هنا. طيب راح يعني اسحب سلك من هنا لين هنا، ما هي مشكلة. راح ابني بالجولد، ان الكبر ما ابغى اصرف كبر كثير. الجولد معنا بالهبل، فنحط الجولد هنا ما هي مشكلة. ونجيب بطارية نبديها برضو بالجولد ونحطه هنا. الكبر صراحة في البداية راح يكون عندك كمية كبيرة، لان اول ما تصبر يكون في حولك كبر كثير، بعدين يبدا يروح السلايم. معليش السلايم اللي يميزه انه ايش، في جولد كثير عن البايوم حق السلايم، وهذا الميزه الوحيده. طيب عندنا ايس، عندنا بيلدينج اند ريسورسينج. لا خلاص ناخذ الايس، نجيب الثلج. الثلج راح احطه بالصناديق هذه ايش، علشان يبرد المويه اللي هنا. شيء جميل. ما ادري انا ذكرتك النقطه هذه. هنا نحط الايس بوليوتد ايس، وهنا نحط الايس العادي. غرفة الكلورين لا بأس فيها صراحة. ودي 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 كلورين جيزر، والله العظيم صراحة راح يساعدني كثير. طيب يلا خلصونا، مرة بطيئين هذا الفترة، ايش فيكم؟ احتاج ناس زيادة صراحة، احتاج زيادة. بس المشكلة ايش، انا خوفي على الاكل، خوفي على الاكل. كيف الوضع هنا؟ هنا عندي 6، هنا عندي 6، لا بس لا بس. هنا ستورج تبع الاكشل، اوكي وضع حلو. الامور السرفايفل، الاكل والشرب جميل، وضع تمام. بس الكول عندنا كم؟ 18 طن، برضه كويس. هذه لسه طافيه لان ما استفدنا منها. برضو هذا المشروع هذا راح يتطور ان شاء الله، بس خلينا موضوعنا الحين هنا اللي هو حق الغازة. يلا خليهم يبنون هذا ونرجع لكم. طيب خلصنا هذا الحمد لله. راح هنا اسوي انظف هذه المساحة. سويت الحركة حق الموية، الووتر لوكر، نجيب بلامينج، نحط الباتل امتير هنا لو سمحت. بلومينج اوكي حطه هنا. كل هذا سوي سريع، كان يفضل اجي من هنا بس ايش، علشان لا 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 لا. المويه هذه ما ابغاها تروح فاجيت من هنا. اوكي هذه المشكله، الاكسجين ضعيف هنا، كلهم جيبوا هذا. يب شي راح مسكين يتنفس شوية هواء ويرجع هنا. وين الباقيين؟ وين العيال؟ هذا انبنى خلاص. بعدين راح اوصله بالكهرب ولا الاشياء الحلوة. لاحظوا هذا ياخذ غاز. يب كذا كويس. الاخضر هنا نخليه من هذا، وهذا اللي يطلق ثاني اكسيد الكربون، راح نطلق ثاني اكسيد الكربون اي مكان، هنا وهنا وهنا عاد ما مشكلة. ثاني اكسيد الكربون راح نتخلص منه بالآلة هذه. الرجال هذا تعبان صراحة، مشكلة. شباب سمحتوا تعالوا. طيب هنا نقول ايش، جيبوا موية 8 انيبل، نعبي هذا موية ان شاء الله ونبدأ نحفر هنا. احفر هذا. يلا سريع سريع سريع. هنا شوية تاخذ مساحة صراحة، شوف او ياخذ وقت الواحد يجي من فوق كذا. يفضل لا لا سوي، راح اسوي هنا. اوكي ما انا قاعد اتكلم عن امور مستقبلية، ما هي مشكلة. تعالوا ساعدوا خوينا يا شباب، الله يهديكم. تعالوا ياهو، نحط ذا 9 بس الان ما حد جاء سوى. ايش قاعدون تسوون بالضبط؟ قاعدين ينظفون الاغراض هذه. هنا معنا 6 حيوانات، 5 حيوانات. كيف هذولي باقي كويسين امورهم تمام؟ اتوقع راح يتحملون.
اوكي اوه خوينا هنا. يلا ما عاد يقدر يمشي هنا سنة هذا. انا اقول ايش فيهم ما يجون هنا. يا سلام روح. يلا تعالوا. ايوه بدا يجون. بدا الشعب يجي. بدا الشعب يجي. حياهم الله. اوكي معلش. بدا يعبون هذا المويه. خليه يتعبى يوصل الين هنا. بعدين نبدا نشتغل هنا. هذا المويه الفاسد هذا لازم كله يروح. بننزل راح نسوي زي كذا. يا سلام. هذا راح نحده بالهذي. 1 2 3 4 5 هنا زي كذا. حلو حلو حلو. 1 2 3 4 5 لا ذا كثير نوعا ما. 1 2 3 كفي زي كذا. لأنه في واحدة هنا. 2 3 زي كذا. اوكي كلهم. ايش اول حاجه سووا؟ هذه بعدين سووا الحلوين هذولي. اوكي وهذا برضو سريع. عبوا هذا مويه. السلام عليكم. هذا ما احتاجه. يلا يلا عب المويه سريع. هنشيل هذه كلها ما نحتاجها. وراح نشيل اللي تحت. ونجيب ايش؟ نجيب السلم. سلايم هنا. سلايم ما في جراثيم. شيء جميل. فري سلايم. ودو الجراثيم احلى شيء. هذه اتوقع اقدر اغيرها على طول. يب يب ان شاء الله. نتأكد بس غيرها من غير ما يصير شيء. لا يتسرب غاز او شيء. اتوقع نشوف تسرب شيء راح اسوي خطة تكتيكية. لا تسرب حاجة. تسرب اجل الخطة التكتيكية يا شباب. الخطة التكتيكية كالآتي. نحط هذه. 1 2 3 4 5 واللي هنا ما يحتاج. اللي هذا الثنتين هذه ما يحتاج. وبس هذا بس. نجيب هذه تايل. 1 2 3 4 5 لين هنا. الشجرة هذه الله يعين سوي لها هارفست أول شيء. 8. كم صاير الموية؟ كذا الموية. حلو خلاص. سوي لي ديكونستراكت. بايوريتي نرفع البايوريتي حق الأشياء الحلوة اللي هنا. يا سلام. الدروب جاء هنا. بلوبرنت ديجينج ديكوريتينج اوبريتينج دكتورينج او تايدينج انكريس سترينث كانت دو بيلدينج ذس از. لا هذا مو حلو. اوكي ناخذ هذه. يلا يلا يلا. ليش سويت كذا؟ علشان ايش؟ هذه تقفل على الغازات اللي ما تطلع. اذا حطينا هذه نبني هنا وبعدين نكسر هذه. تكتيك بسيط. اوكي اخر واحدة الحين خلاص عادي نقدر نفتح هذا انه خلاص قفلنا هنا. زي كذا. الموية هذا كله راح نتخلص منه ان شاء الله.
هذه ما ابغى اكسرها الحين. نقدر نكسر هذا نتخلص من المويه اللي هنا. نشوف الجراثيم زي كذا، مشكلة في جراثيم برضو. يلا سيبها زي كذا ونجيب ايش قبل كل حاجة، تايل هنا وتايل هنا سريع ابنه. هذه انا ما ابغى هذا. لا انا بخرج من هنا. اوكي معلش معلش، جيب تايل هنا تايل عشان بس الموي هذا ما ابغى اتخلص منه الان. اوكي بدأ ينتشر الغاز هذا الحلو. الموي هذا لازم نشوف له حل. الحل الافضل ايش نقول له هنا؟ في غاز هنا، الغاز هذا مرة كثير. راح اتخلص من الغازات هذه الثانية بعدين ايش عشان نرتاح. نجيب هذه زي كذا. ايش هنا فيه؟ في شجرة. سوي لها ابروت. حلو حلو حلو، هذا اللي هنا خلاص سوي له تايدينج. نجيب سلم هنا علشان نقدر نبني هذا. نجيب سلم هنا زي كذا. الأمور حلوة، الأمور حلوة نوعا ما. تخلصت من الموية صراحة، ما يحتاج الحركة هذه. توقع إن شاء الله ما نحتاجها. يب يب ما عاد نحتاجها خلاص، نقفل هذه. نسوي لها إيش؟ مسح. نمسح الموية. مسألة وقت بس لما ننظف هذه، خلينا ننظفها زين ونرجع لكم. طيب خلصنا من الترتيبات، خلينا بس نشيل هذا ونشيل هذا وهذا. الأشياء خلاص ما نحتاجها. البايوريتيز تبعها. طيب سويت له أنالايز. تقدر تخلي واحد من أخوياك تسوي له أنالايز من هذول يعني طيبين. فيب سوينا ايش الفائده؟ تعرف متى راح؟ حاليا هو دورمنت يعني خامل ما يشتغل. هذه واحده من المشاكل لهذا. طيب خلينا هسه نتخلص من الغازات هذه ونخلي بس الغاز البرتقالي. كيف نسوي؟ كل ما عليك نخش هنا عند هذا ونجيب الغاز بامب. نحط الغاز بامب هنا ونجيب غاز فلتر. نحط الغاز فلتر هنا تمام، ونوصلهم عادي بهذه. نوصل الابيض مع هذا تمام. هذا البنفسجي البرتغالي راح يطرد الغاز اللي نحدده. فاحنا راح نحدد الغاز هذا البرتغالي هنا ناتشورال غاز، ونقول له وين ارمي الناتشورال غاز. رجع الناتشورال غاز هنا، خليه شويه تحت هنا. غاز فنت خليه بالجولد. او صح، نقطه ثانيه، هذا راح يكون حرارته مرتفعه هنا، فنخلي هذه كلها من ايش؟ من الجولد، علشان الجولد يتحمل حراره. نروح غاز بام نبني من الجولد، نروح الغاز فلتر نبني من الجولد، نروح البايب نبنيها من الجرانيت تتحمل حرارة. فقلنا الأصفر راح نرجعه هنا محل ما هو موجود. عاد الأخضر الغازات الثانية كلها ما نبغاها، فنرميها مثلا عند هذا، ما هي مشكلة هنا. عاد هنا برا عادي نبنيها بالكبر لهم. يلا ابنوا هذا على السريع. طيب هذا راح يحتاج كهرب، فراح اجيب له سلك من هنا تقريبا. فنجيب الاسلاك واير. كيف نسوي؟
اها طيب، نقول مثلا زي كذا ونجيب البريت. نبني بالكفر عادي ما مشكلة، نحط هذا اوكي عشان ما يتشابكون مع بعض، وبعدها ننزل سلك من هنا ما مشكلة، لا خلي زي كذا من هنا. يا سلام، لين هنا ونمشي زي كذا، نشبك هذا مع هذا وهذا مع هذا. لو سمحتوا قولونا هذه الأشياء بسرعة. يا سلام، يلا خليهم يبنون هذا على السريع ونرجع لكم. طيب الحلو هذا بنى هذا الشيء الجميل هنا، فاحنا حاليا نبغى ننظف بس، فنقول له الغاز الفلتر هذا حط الناشر الغاز هنا، فالبرتغالي راح يرجع هنا، الغازات الثانيه راح تنطرد برا. فيلا نشغل هذه، اول ما نطر الغازات كلها برا راح نحول هذه وين؟ راح نحولها هنا عند هذه الخزانه. يب، خلينا نشوف بالضبط وين قلنا. هنا نقرب هذه، تعال من هنا زي، صدق هذه لو اجيبها زي كذا يكون افضل. نشيل هذه سريع عشان ايش؟ بس اجيب هذا من هنا ارتاح. اوكي، نشوف الغازات ايش باقي. يب في شوية غاز هنا بنطردها. pipe plug. بعد 8 سلام، حلو حلو حلو. راح ان شاء الله نعبي الاسطوانات هذه كلها ونبدا نشغل هذا، لكن للاسف ما راح نقدر. ليش؟ لانه هذا خامل حاليا، لكن ضبطنا هذه الاشياء الحلوه علشان ايش؟ اول ما يشتغل يكون وضع تمام. يا سلام عليكم، يا سلام. من في سلايم؟ شيل سلايم. باقي غازات؟ يب باقي غازات، باقي كربون تحت برضو. مشكلة الكربون ما راح يطلع فوق، فهذه مشكلة. لكن كم حاجة ما راح تضر. طيب، يلا يلا. يا سلام، بدأ يضرب. طبعا هنا اخترت انا ناتشورال جاز، هنرجعه هنا زي ما قلنا. نشوف كيف باقي شوية غازات هنا راح تجي مع الوقت ان شاء الله. unreachable building. يا سلام. طيب نقول لهم اكسروا هذه خلاص، ونحدد على هنا حق الغازات، واكسر هذه الثنتين واوصلها مع هذه. يا سلام، قاعد تنفس من هذا، يعني كل ما تنفسه كل ما طرد ثاني اكسيد الكربون، هذا مشكلة. الحرارة هنا كويسة باردة، هذه راح تزيد الحرارة، تزيد مع الوقت. يا سلام،
هذا لازم نبنيه. خلص هذا بس، خلص المشروع حقنا. سريع يا شباب، باقي بس هذه حلوة، هذه بس كملوها لو سمحتوا. يا الله، راح يتعشى مدري يتغدى. يلا يلا للثانيين، يلا للشفت الصباحي، تعالوا. ايوه تعال خلص، يلا يا خليفة، يلا يلا بس هذه بس هذه هذه بس هذه، يلا سريع سريع سريع. يا سلامة. اوكي يا الله، يلا واحد منكم. طيب هم يبنون هذه، خلينا نوصل الحلو هذا بالهافي واير. فكله ما علينا، ايش نجيب السلك هذا كذا، السلام، نسحبه مع هذا، وبعدها نجيب له اوتوميشن طبعا بالجولد حكم الجولد كثير معانا. نقول له تعال لهنا، يا سلام عليك. 8 ايوه شوف، بدا يعبي، بدل هذا يعبي من الاسطوانات. اوه انا موصلها، اوه صح لا صح. راح يدخل من هنا، تمام، هذا يبدا يعبيها. اذا تعب هذا راح نعبي هذا، تعب هذا راح نعبي هذا، تعب هذا راح نعبي هذا، وهذا وهذا وزي كذا يعني لين ما نوصل هنا. عندي كم؟ 1 2 3 4 5 6، والله 6 ترى كفايه، بس انا سويت 7 زياده للاسف الشديد. هذا الدرمان، لكن المشروع وما فيه ايش، بعد ما تعبى هذه غازات تمام راح نطلعها ونجيبها لهنا، وهذا يبدا يحول الغاز هذا الى 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 الكتريسيتي اللي هو باور، تمام. احنا ايش نسوي؟ نشبك بس ايش هذا مع هذا، يا سلام. وهذا حق ثاني اكسيد الكربون، حرارته ما راح تفرق. مثلا نقول له تعال هنا، جيب لي بريدج، نزل لي الغازات مثلا هنا، غاز فنت بجولد حكم انه معنا كثير زي كذا، يا سلام. هذا ماكس بريشر هنا مشكلة. فيب هذه الطريقة. راح ان شاء الله ننظف هذا الغرفة هذه كلها، علشان ايش المرة الجاية هذه يعني نعبيها بأكبر قدر ممكن يعني. خلينا بس نشوف هذا كيف يشتغل، وراح ننهي حلقتنا اليوم، معلش اذا طولت، لكن هذا هو مشروع الغاز شوية. سلايم هو اللي تعبنا صراحة، سلايم. يلا يا شباب، يلا يا شباب، سلام، يا سلام عليكم. يلا شوف، بدأ يسحب، يا سلام. شوفوا، اها مشكلة أخيرة. هذه الماسورة هذه هنا هو اللي ينقط مويه، شوف. فنجيب ايش احنا؟ مش تايل، نقول المش تايل يكون بالجولد ويكون في البلوكين هذه، عشان ايش الموية على طول ينزل تحت، هذا يسمح للموية انه ينزل. سريع 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 سريع. طبعا احنا نبغى هذا يشتغل وبعدين هذه تشتغل، فايش نسوي؟ هنا نقللها، نخلي 30 هذه نخليها 10 تمام؟ وهذا اللي هنا نقول له تطفى اذا وصلت البطارية 99، واشتغل متى؟ إذا وصلت البطاريات على 30%، يا سلام، يعني اشتغل هذا. إذا الوضع تمام هذه تكون طافية على طول، إذا هذا نقص يكون هذا شغال، وفي نفس الوقت هذا يبدأ يشتغل، فهذا شيء جميل. علشان ايش؟ نوفر فحم أكبر قدر ممكن يعني. تعالوا سريع 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 ابنون لي هذا يا شباب. خلي الموية على طول انزل تحت، هذا الموية راح تخلص منه بعد شوي إن شاء الله. لكن كذا نكمل مشروع ال 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 مشروع الناتشرال جاز، للاسف راح يسوي راح يخمل، وراح نضطر ننتظر الين ما نستفيد منه في وقت ثاني. ليش هنا نو جاز اوتبوت؟
العموم هذا كل حاجة اليوم، أتمنى أنكم استمتعتوا واستفدتوا في المقطع هذا، أعتذر إذا طال عليكم، لكن الله يعين سلايم. إن شاء الله إن شاء الله راح نكمل في مشاريع جاية في المقاطع الجاية، فشوفكم على خير، السلام عليكم.